نوع النعناع عندنا في النوع النعناع في المغرب كنسميوه النعناع العبدي. نعم. هو النعناع الفلفلي الفلفلي باللغة العربية والبيبرمنت بيبرمنت بالانجليزية. نعم. هذه لامونت بوافري يعني ترجموها بالفرنسية لامونت بوافري البيبرمنت. نعم. هذا النعناع العبدي كيطلع يعني في فصل الصيف وكلما اشتد الحر وكلما يعني خضر ويعني الطول ديالو كيقدر يوصل حتى لنص مترو هذا النعناع وكينبت في جميع مناطق المغرب من السايس حتى الناظور العروي الشمال حتى الدكالة حتى التنسيف تمركش في الشاوية قسمت ينبت في جميع المناطق هذا النعناع نوع النعناع وكان عندنا في المغرب مع الأسف هذا النوع ديال النعناع كينبت في هذه الفترة هذه في شهر 8 كيشتد في شهر 8 اخي شهر 7 وشهر 8 هذا النعناع الفلفلي هو الذي يضمد سبازموديك هو الذي يضمد القولون وأن الناس كيكثروا من اللحم ومن المقليات ومن يعني كثرة الأكل في فصل الصيف وأن الناس كيشتكيوا كثير من هذه الأمراض الهضمية خصوص الأمعاء نعم وهذا هذا النعناع الفلفلي هذا النعناع العبدي في المغرب هذا كان كيتشرب في هذه الفترة هذه كيغليوه مع الماء ويتشرب وهو الذي يعني يسوي الحركة ديال الأمعاء ويسوي الحالة ديال الأمعاء بما في ذلك الأشخاص اللي عندهم كرون واللي عندهم حتى القولون العصبي واللي عندهم بواسر هذا جيد لأن علاش لأن كيكون الأمعاء ملتهبين كثرة اللحم هو كيضمن الحلويات كثرة السكريات وهذا النعناع الفلفلي خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الفصل لماذا مع اللحوم لأن اللحوم هي اللي كطيب الجهاز الهضمي يعني يعني الجهاز الهضمي ما شاء الله ثقيلة في الهضم يعني فهذا هذه أشياء بسيطة جدا ثم الباربة مثلا البنجر الشمندر خلقه الله في هذا الفصل لماذا؟ لأن الكبد يتسمم بالكينونات الكينون الكينونات كيتجمعوا في الكبد علاش الكينونات جاية من المقليات ومن الحلويات ومن الدسم والمسائل هذه كتجي فهذا البنجر إلا تطحن طازج هيك خضر تطحن مع الماء وتشرب فهو يغسل الكبد كيتغسل علاش لأن هذه المادة اللي فيه الانتوسيانات اللي فيه هي الانتوسيانات تشد الكينونات كتخرج الكينونات من الكبد ما تخليش الكينونات في الكبد هاد المسائل الباميه الملوخيه كيشوفوها الناس على انها لزجه كتلصق فيها خيوط وهاد الماده اللي كتلصق هي الماده التي تكنس القولون المصران كتكنسه تسقل هذا الامعاء وجيده هي مع كاينش تحفظ في الامراض يعني ممكن اصحاب السكري بالعكس هي جيده لاصحاب السكري جيده لاصحاب رفع الضغط الناس اللي عندهم سمنه الناس اللي عندهم القولون العصبي اللي عندهم سرطان اللي عندهم قرحه كل فئات يمكن تناولها ممكن ياكلوا هذه هي شي خضر مش كثيره اللي خلق الله فصل الصيف مسموح بها والبنجر والبصل ثم كيبقى هذيك القرعيات القرعيات الحمراء يقطين القرعه الحمراء كتكون موجوده كتكون نعم كتكون في يعني في فصل لا اليقطين هي القرعه السلاويه كتكون موجوده القرعه السلاويه هي اليقطين هي اللي جاءت في القران علاش لان خصائص هذه الشجره من خلال القران هو تعريف علمي فكان هذه الشجره هي هذه اليقطين القرعيات الاخرى ما كتطلعش ولذلك ما سميناهاش اليقطين نعم. اختلفنا مع كثير من الاخوان في مصر وفي الاردن هذاك الشيء انما كيسميوه الكوسه واليقطين هي كانوا لا اليقطين هي اللي كنسميوها في المغرب القرعه السلويه علاش؟ لان هي الوحيده التي تعرش تطلع شجره وممكن الى لقات كيفاش تقبط ممكن تطلع حتى للطبق الرابع في العماره نعم. ممكن تمشي حتى ل 40 متر في العلو سبحان الله والاوراق ديالها كبيره هي تتضلل هي ظلت على سيدنا يونس دارت الظل لأن خرج رماه الحوت عريان طيب يعني ملتهب الجلد ديالو ما شاء الله كاع متقرح وفي رائحة السمك والذباب غادي يجي فهي تطرد الحشرات نعم تطرد الذباب أنها تنعش لأنك تأخذ الماء من الأرض وكتلقوه في الجو جيد نعم كتبرد الجو أن الأوراق ديالها كبيرة المساحة ديال الورقة ديالها كبيرة أنها تحبس يعني حرارة الشمس هذه وهذا اليقطين هو خضرة فصل الصيف نعم. كيلاحظوا الناس على انها مسوسه نعم كيقول لك باس لا ولا مسوسه نعم. لماذا لان ما فيهاش صوديوم ليس فيها صوديوم وهذا الخضره فيها الياف جيده هي القرعه السلويه فيها الياف جيده كيشوفوا الناس يقطعوها الى ما عملوهاش في الماء كتسود كتكحل اللون ديالها كيتغير باش نعم. فيها مضادات الاكسده مرتفع التركيز لمضادات الاكسده نعم. هي هذه الخضره القويه اللي خاص الناس يركزوا عليها في فصل الصيف نعم. هي البنجر الباربه هي اليقطين القرعه السلويه هي البصل
شيء من الطماطم، لأن يعني المشكل ديال الطماطم هو مشكل المبيدات، ولكن طماطم خضرة صيفية، يعني هذا لا مسكون الله خلقها في هذا الفصل الصيفي إلا أن الإنسان غيرها. ثم البامية، هذه الملوخية، كتبقى الرجلة، رجلتها هي كتنعش، أنا كيشوف المذاق ديالها شوية حامض، وهي جيدة هذه الرجلة، وكيكون هذه استهلاك اللحوم او السمك. نعم، الاشياء الاخرى كاين النشويات كيكون الشعير. نعم، وكتكون الذره طاريه. نعم، هذا اللي بغى يشوي، هذه الذره الطاريه هي كتاكل في يعني في هذا الفصل. والفواكه كاين على حسب الدول منتوجات اخرى، احنا عندنا في المغرب هذه المسائل، هذه عندنا كاين دول عندها منتوجات اخرى لربما تكون عندها بعد خشاش الارض الذي ينبت في فصل الصيف. نعم. غير الناس حتى المهاجرين ديالنا في هذه الدول هذو يشوفوا الاشياء اللي كتخرج في الموسم ديالها بدون تقنيات. نعم، اللي كتخرج في الموسم ديالها جيد. لان يعني الفلاحه ملي كيزرعوا في الجزر مثلا في شهر 54، ما ليس هناك جزر اللي غادي يخرج من الارض ويعطي الجذور جيده، لان الجزر كيزرعوه الفلاحه ابتداء كنقولوا حلان زريعه. نعم، حلان زريعه، ثم كيحطوا الناس البصله في الحوض باش ينقلوها من بعد يغرسوها في الخط، ثم كيزرعوا اللفت الخيزو. اللفت الجزر كيتزرعوا في هذه المنطقه والقرعه. نعم، هذه القرعيات ديال الموسم اللي كتجي ما عليهم خير ان شاء الله. ولكن والفواكه كاين فصل الصيف، فصل بسيط، تغذيه بسيطه ولكن قويه جدا. نعم، قويه. لو كان الناس يركزوا على الفواكه يكثروا من الفواكه، البطيخ الاحمر، كاين هذه التين الشوكي، كل الفواكه خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم، وتمتد حتى الخريف. نعم، مع التمور ومع الرمان. جيد. ثم بعد الرمان كيدخل البرتقال. البرتقال هو للشتاء. هذا البرتقال كيحبس. البرتقال ذكرنا بانه موجود فصل الصيف. لا، حيت المغرب هو البلد الوحيد اللي فيه برتقال 12 شهر في السنه. سبحان الله. نعم، البلد الوحيد اللي فيه برتقال. عادية. نعم، كاين انواع التي لا تجنى حتى لشهر 6. نعم، هذه الماروكليت والفالنسيانا. نعم، خصوصا الماروكليت، هي سموها الماروكليت عشان هي ماروك، هي متاخره. ماروكليت هي ليت، هي متاخره، هي نوع يعني. نعم، كيتجنى حتى لفصل الصيف. طبعا دكتور هناك سؤال تقول السائله ان يعني فصل الصيف كيتزامن مع شهر رمضان المبارك، وطبعا احنا معروفين المغاربه كنعملوا الحريره. نعم، كنلقاو انتم قلتم دائما بان يعني القزبره والكرفس ما يعني ما كاينش فصل الصيف. ما كاينش فصل الصيف. اذا كيفاش احنا شويه مقدونيس قالت لك كيف يمكن ان نطبخ الحريره بدون هذه؟ لا، شويه نعملوا فيها شويه مقدونيس وشويه البازيليك، هذا كيعملوا فيها شي عليين. الحريره ماشي هي المغاربه، لما كانش الربيع كنسميو الربيع. نعم، باش تطبقوا لهذه الخضراء ما كاينش حريره، ما كتكملش هذيك الحريره. ما كاينش حريره، ولكن خير ان شاء الله. راه دابا كاين الفلاحه كيديروا حتى القزبره كاين في هذا، غير هو الكزبره من الاحسن تستهلك في شهر 4. الوقت ديالها كتكون يمكن الرائحه ديالها جيده، بدون ري، بدون سقي، بدون تقنيات، بدون مبيدات مول، يعني الفلاحه كيشتوا القزبر كيطلع يعني. ما وزياده على ذلك قالت لك بان طبعا احنا هي اي حاجه خضراء، هي اي اوراق خضراء ممكن تقطع وتدار في الحريره. نعم، غير هما النساء كيعرفوا غير القزبر والمعدنوس والكرفس. وطبعا حيت يعني الرائحه ديالها جميله. اوراق الكل، البصل، شي اوراق البصل تاهي مزيان لو كانوا. نعم، يقطعوها رقاقه رقيقه مزيانه. اوراق البصل تاهي تتعمل في الحريره. اكيد. نعم، اكيد. وكاين اشياء كثيره اللي ممكن تعمل في الحريره غير شويه. وهي تسالك بالنسبه للسلميه والمردوش في فصل الصيف، يعني كيكونوا موجودين، هل كيكون كيبقاو حتى لفصل الصيف؟ نعم، نعم، كيبقاو حتى لفصل الصيف، ولكن تستهلكوا قبل شهر 9. نعم، قبل ما يدخل الخريف. الا دخل الخريف صافي، مابقاوش هاد النباتات كلها مشات، ما بقاتش تستهلك. جميع الاشياء اللي كتعطي نكهه واللي كتعطي مواد طياره لا توجد في فصل الخريف وفصل الشتاء، لا توجد. ولا الناس شموا ريحه شي حاجه في فصل الخريف يعني يخبروني. يعني هذا ناموس كوني، الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء التي تنكي لك علي. كما قلت، هذه تمرسيت، هذه اللي كنسموها حنا تيميج الزعتر، هذا النوع ديال الزعتر، وهو الزعتر نفسه نيت هو، تيكون في شهر 4 و5، يعني شهر 4 كيبدا ينور، شهر 5 كيكون النحل كيعمر منه، في شهر 5 كيقطعوا العسل ديالو، كيقطعوا في اخر شهر 6 و7، كيقطعوا العسل ديال شهر المنطقه ديال الخنيفره. ديما كنلقاو يعني شهر 7 النحاله قطعوا يعني الزعتر، لان كيكون عمر منه هذا. فهذا وعليين ما كيعمرش بسهوله من زعتر النحله، لان لون الازهار ديالو ماشي جذابه، لان النحل يفضل الاصفر والبرتقالي، اللون الاصفر والبرتقالي، ثم كيخلي اللون الازرق بحال هذه الخزامه، يعني كيعمر، ممكن يعمر من الخزامه، لكن الخزامه عندها انوار يعني الزهره ديالها زرقاء، ما كيعمرش منها بسهوله. ثم يعني كيخلي هذه الالوان الاخرى هي الاخرى.
الازرق والابيض كيبقى، ولكن كيفضل الاصفر والبرتقالي هما اللي كيمشي لهم الاولين، ثم عاد رجع لهذا. فهذا حتى الزعتر كما قلت، حتى هذه الاعشاب هذه عندها موسم، يعني هي شهر بعد اخر فصل الربيع، هي تقريبا كلها اخر فصل الربيع، ولكن هذه النباتات راه كتسقى. هذه اللي السيده كتسال على مردوش على تين على الساليه وعلى هذه نباتات كتسقى، يعني كتبقى تشتد في فصل اخر فصل الربيع، كتبدا من شهر 5 هي كتزيد، واش شهر 4 كتبدا السالمية كتزيد دكتور، كتنور السالمية كتنور شهر 5 و 6 ثم كتبقى، يعني كتبقى صالحة للاستهلاك حتى شتنبر، حتى 22 شتنبر جيد. نعم. لكن بعد 22 شتنبر ملي كتخرج هذيك واحد العنصر كتخرج هذاك المطرق من الارض، يعني الفلاحه كيعرفوا هذه الاوقات هذه، فمن تما من الله صافي مبقاش النعناع، مبقاش المردوش، مبقاش السالميه، مبقاش صافي، يعني ليس هنا معني. علاش؟ لان كتبدا الدوره النباتيه تتغير في هذه النباتات، وهي ولا لا لا ولا تصلح. لا طبعا، يعني هي تما كتبدا الاشياء اليابسه، وشو سبحان الله، شوف التومه عندنا احنا مصنفه مع المواد اليابسه، والبصل لا، البصل مع المواد الطريه، ولذلك الناس اللي كيخزنوا البصله كيخزنوها في المطامر وفي السلل وكيبيعوها في فصل الخريف وفصل الشتاء، فهذه لا تصلح للتغذيه. لماذا؟ لان هذاك الفصل ملي كتصب الشتاء الاولى كتخرج النبته الاوراق ديالها، كنسموها الخضاريه. نعم. هذيك البصله اللي كتخرج النبته كناكلوا الاوراق، ما كناكلوش الرؤوس، خصنا الجذر، خص حتى يعني الفلاحه يعرفوا هذا، كيولي الاوراق ديالها ملي كيطوالوا وكيوليو مزيانين كنحيدوا المؤخره ديالهم، كنزولوا المؤخره ديال الاوراق، ولكن الرقبه اللي كنسميوها هذيك الرقبه اللي خارجه من الارض، اللي خارجه من هذيك الكركوبه اللي كنسميوها هذيك الجذر. فالبصل يستهلك على شكل اوراق. علاش؟ لان الاوراق كتسخن اكثر من البصله في فصل الخريف وفصل الشتاء. ملي كتكون فصل اخر فصل الشتاء صافي، يعني البصله راه تما ولاو كيجيبوها، واخا باقي الرؤوس ديالها صغار ولكن ولات تدخل السوق ربطه، تدخل باش بالربطه، ثم كتولي جيده في فصل الربيع، هائله البصله، هائله في فصل الربيع، لو كان النساء يخضروا بها بالاوراق ديالها. نعم. بالاوراق يعني هنا، يعني هائله، خضره هائله، لكن مع الاسف يعني مع الاسف النساء حتى البصله الحمراء ما كيبغيوهاش، كيقول لك كتزراق، ملي كطيب كتزراق، هي بالعكس ملي كتزراق عاد جيده. لماذا؟ لان في مضادات الاكسده، هي قويه، لان فيها ماده الاليسين وهذه الفلافونويدات اللي كاينين، بالعكس قد ما زراقت هي فيها تركيز عالي. يعني سؤال اخير تقول، هل هذه طبعا الاعشاب مثل السلميه والمرد الدوش يضاف اليها مبيدات، فهي تخاف يعني ان تضعها في ابريق الشاي؟ ليس في علم عليا، يعني المناطق اللي شفتها في تانسيفت، هي المنطقه التانسيفت هي اللي فيها هذه الاعشاب بكثره، يعني من واد الحجر تلتي غدوين تل هذه المناطق كلها فيها هذه، علي هي تنبت في جميع المناطق، يعني حتى في المناطق حتى في مكناس وحتى في بن سليمان الناس حيت طبعا دكتور حنا كنلقاوها على طول العام. الى زرعوا السالميه في بن سليمان وهالمصائر هي تنبت في جميع المناطق. لا واش كتبقى على طول العام؟ الفلاحه ما كيعرفوهاش في الشوارع، تبقى على طول. لا هي ما كت ملي كيغرسوا هذاك كيبقى غير يقطف الجذور ديال هذا الاوراق ديالها ويخليها تما، هي كتبقى 15 سنوات ماشي حيت في السوق موجوده صيف شتاء ربيع. لا عليا هي كتبقى خضراء، ماشي كتبقى خضراء، لان ما كتخرفش، كنقولوا ما كتخرفش. ولكن الاستعمال ديالها يعني المثالي هو فصل الصيف.